أسعد الله مساءك نادين، يا ريت لو تحكي لنا من تجربتك عن دور الإعلام سواء الدولي أو المحلي، يعني في إثارة كل القضايا المحلية والدولية في أي موضوع، وما دور أيضا الفن في مقارعة الإرهاب والتطرف. تفضلي نادين. أهلا وسهلا بك ومشاهدين. أولا، الإعلام هو المحرك الأساسي والفاعل الأكبر في المجتمع لتوضيح قضايا شائكة يعني يختلف عليها الفرقاء غالبا. نعم. هنا يجب أن يقوم الإعلام بدوره في تجميع الأمة، في توحيدها، في نبذ التفرقة، في نبذ الفوارق الكبيرة التي تجعلهم مختلفين لدرجة أنه تدخل قوى دولية فاعلة في الموضوع. الأمم المتحدة دائما تدعم كل محاور السلام وتدعم دائما كل ما يدعو إلى توحيد الأمم التي في أراضيها خلافات تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. نحن كما نعرف الإرهاب انتشر في عديد من دول العالم ويشكل خطرا عالميا على كثير من الدول والقضايا التي تناقش دوريا في الأمم المتحدة. لذلك الإرهاب يأتي من التشدد، والتشدد يأتي من التدين. نحن جميعا نحب نؤمن بالله ونحب التدين، ولكن يجب أن يقوم الإعلام بدوره على إيجاد موازنة بين هاتين القضيتين، أن يكون هناك تلبية للمعتقدات الدينية دون التطرف، دون التشدد الذي يستدعي فيما بعد أن يأتي هناك من يسمون أنفسهم بالجهاديين ليستغلوا الأراضي، أراضي الوطن وأراضي محبي هذا الوطن ليحولوه إلى ساحة معركة خارجية. إذا توحد الفرقاء، وهو يقوم الإعلام بدور كبير لتحقيقه، نبذ القبلية والاختلافات يقوم الإعلام كبير بدور كبير لتحقيقه، يجب أن يعمل عليه. من يقومون بالإعلام هم يجب أن يستهدفوا في خططهم توحيد الأمة ونبذ كل ما يجعلهم مختلفين. دائما هناك اختلافات بين أفراد الوطن، ولكن لا يجب أن تكون هذه الاختلافات هي اختلافات تستدعي محاور جميل. دولية وتستدعي طيب أستاذة نادين، خلافات. أستاذة نادين، باختصار للوقت، يعني أريد أن أسأل سؤال مهم جدا، ما رأيك في الرسائل الإعلامية التي تخرج من ليبيا إلى الأمم المتحدة بكل أنواعها، من الشرق، من الغرب، من الجنوب؟ ما رأيك في هذه الرسائل الإعلامية أو الثقافة الليبية التي تخرج إلى الأمم المتحدة؟ في أي بلد يكون فيه نوع من الحرب أو التسليح أو الخلافات العنيفة التي تضطر الأمم المتحدة للتدخل فيها ومجلس الأمن للتدخل فيها، تأتي رسائل أن هناك خلافات حقيقية جذرية ربما قد لا يتم البحث فيها كثيرا إلا عن طريق المبعوث الدولي لهذه الدولة، ولكن أبناء الوطن الواحد يجب أن يفهموا أنهم يجب أن يتفقوا على أن يكون وحدة رغم اختلافاتهم. نعم. لا يمنع الاختلافات من أن يكونوا متوحدين. الرسائل طبعا هي فوضوية، والجميع يأمل أن تتوحد ليبيا، والجميع يأمل أن تكون إن هناك حالة سلام دائم. يقوم الإعلام جدا بدور كل الاحترام في هذا أستاذة الموضوع. نادين.